السلام عليكم. واش كاين شي كائن غير الانسان تطرح على نفسه السؤال ديال من انا؟ يعني مين جيت؟ علاش نعيش؟ شنو باغي من الدنيا؟ شنو الاهداف ديالي في هذه الحياه؟ غلقوا بان الانسان هو الكائن الوحيد اللي خلق نفسه تصور حول ذاته وحول العالم، وهذا هو اللي خلى الفلاسفه منذ القدم يتكلموا على مفهوم ديال الذات. سقراط يقول واحد الجمله شهيره: يا ايها الانسان اعرف نفسك بنفسك. الموضوع ديالنا اليوم هو الشخص، باعتباره هذا الشخص واحد ذات واعية، وهذا هو اللي خلى الفلاسفة منذ القدم يطرحوا سؤال حول الهوية ديال الذات والهوية ديال الشخص، ويطرحوا تساؤل حول الفهم ديالنا هذا الكائن البشري كيفاش يتشكل كذات عندها حرية، عندها استقلالية، وعندها وعي، وعندها إرادة. إذن يمكننا نقول بأن الشخص من المفاهيم الفكرية اللي يتم بها الإنسان منذ القدم، تتحمل مجموعة من الدلالات والمعاني. في نظركم شكون هو الشخص؟ هل هو ما نراه في الواقع اليومي، يعني واحد الجسد وعنده واحد الخصائص فيزيائية وعنده واحد المكونات واحد الذات، ولا هو واحد الكينونة داخلية ما تنشوفوهاش على المستوى الخارجي، يعني هو ديك الجانب الواعي الإدراكي اللي تعطي كل واحد فينا الحرية والاستقلالية التميز دياله على الآخرين. نبدأ من الدلالة اللغوية. يدل مفهوم الشخص في اللغة العربية على كل ما هو ظاهر ومشخص وله ارتفاع وظهور. وفي لسان العرب ديال ابن منظور يقول بأن الشخص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، ورجل شخيص إذا كان سيدا. إذن أنا تبنى بأن الشخص في اللغة تعني واحد الجسد عنده واحد الظهور، عنده واحد البعد مادي، وتعني الارتفاع والشخوص والتعيين والبروز. أما في الأصل اشتقاق اللاتيني لمفهوم الشخص فهو كلمة بيرسونا، التي تدل على القناع الذي كان يضعه الممثل على وجهه كي يتناسب مع الدور الذي سوف يقوم به في المسرحية، لأن المجتمع اليوناني كان عنده الثقافة ديال المسرح. وهكذا يتضح أن مفهوم الشخص من حيث الدلالة اللغوية يدل على الفرد أو على ما يميزه، كما يدل على الأدوار الاجتماعية والقانونية اللي يقدر يؤديها الشخص. أما في الدلالة الفلسفية فالشخص يحيل على المعنى ديال الذات، بما هي ذات واعية قادرة على التمييز بين الخير والشر، والقادرة على تحمل مسؤولية أفعالها الأخلاقية والقانونية. ومن جهة أخرى خصنا نميزو بين الفرد اللي هو الانديفيدويل وبين الشخص اللي هو البيرسون. الفرد تيدل على المعنى ديال الكائن اللي عنده واحد الدلالة بيولوجية، كاين انت وكاين انا وكاين اشخاص اخرين من نفس النوع اللي هما البشر، تعيشوا في واحد الرقعة جغرافية مختلفة، عندهم خصائص فيزيولوجية وراثية. اما الشخصية فهي ذات بعد نفسي تتكلم عليها الناس العلوم الإنسانية، عندها المعنى ديال الخصائص النفسية، تتكلم على شخصية سوية، على شخصية مرضية، على شخصية اجتماعية، تتكلم على أبعاد سوسيولوجية وأبعاد نفسية. أما الشخص فهو مجموعة من السمات والخصائص المميزة لكل فرد، اللي تتميز كل واحد فينا على الآخرين. والسمة الأساسية اللي تتميز كل فرد على الآخرين هي الهوية ديال، أي تطابقه مع ذاته في الماضي والحاضر والمستقبل. وبهذا المعنى فإن الشخص عنده كثير من المقاربات، كاين ذات المعنى القانوني التي تعتبر الشخص ذات حقوقية، عندها حقوق وعندها واجبات، وكاين ذات بمعنى الأخلاقي اللي عندها واحد المجموعة ديال القيم والمبادئ اللي خص أي إنسان يحترم واحد الشخص آخر لأنه عنده ذات أخلاقية، وكاين ذات بمعناها الفيزيولوجي اللي هي خصائص فيزيائية نفسية عاطفية وجدانية. هذه المقاربات المختلفة تطرح لنا واحد السؤال ديال من أين يستمد الشخص هويته؟ واش بمعناها القانوني؟ واش بمعناها النفسي؟ ولا بمعناها العقلي اللي تكلموا عليه الفلاسفة العقلانيين بحال ديكارت؟ ثم واش الهوية الشخصية متغيرة ولا ثابتة؟ واش هي دينامية ولا متطورة ومتغيرة ولا عندها واحد المعنى ثابت؟ هذا هو الموضوع اللي غادي يكون في المحور الأول. ثم غادي يكون عندنا إشكال ثاني اللي هو الشخص بوصفه قيمة. هنا غنتكلموا على واحد الفكره، وهي انه من اين يستمد الشخص قيمته، واش باعتباره وسيله ولا باعتباره غايه، عنده واحد القيم وعنده واحد المبادئ خصنا نحترموه لذاته ولوجوده. الاشكال الثالث اللي غنهضروا عليه وهو اشكاليه الشخص بين الحريه والضروره، يعني هذا الشخص اللي هو ذات عنده واحد الاراده وعنده واحد الهويه وعنده واحد القيمه واحد المكانه داخل المجتمع، واش هذا الشخص هذا تمتلك استقلاليه والحريه في اتخاذ القرارات ديالو الفردية، في اختيار الأهداف ديالو، اختيار المصير ديالو، ولا هو خاضع لواحد المجموعة ديال الضرورات الاجتماعية والنفسية، مجموعة ديال الحتميات
الفيزيائيه والفيزيولوجيه. لان غادي يكون النقاش ديالنا ديال مساله الحريه التي تعتبر من اهم القضايا الفلسفيه التي شغلت المفكرين منذ القدم. يعني نقدر نقول ان اشكاليه الحريه بدات منذ الفلسفه اليونانيه الى اليوم ولم نستطع ان نجددها، ويعتبر هذا المحور من اهم اشكاليات الفلسفيه في تاريخ الفلسفه، وهو اشكاليه الحريه والضروره. وفي هذا المحور غنتكلموا على الحريه بمعناها الوجودي او الميتافيزيقي. فغنتكلموا على كيفاش نبنيوا المفارقه ديال هذا الدرس. لاحظتوا معايا ان المفارقه تعتبر هي اهم فكره داخل اي مفهوم فلسفي، بحيث ان اي مفهوم تحمل مجموعه ديال المقاربات المختلفه تعطينا واحد المجموعه ديال الاشكاليات، اي مجموعه ديال المفاهيم والقضايا يتم تأزيمها، اي لا نجد لها جوابا واحدا. هنا غيبان بانه كاين كثير من الابعاد المختلفه للشخص اللي غتخلينا نطرحوا مجموعه من التساؤلات. فهل الشخص هو ما شخص امامنا، يعني ما يبرز ويتجلى بشكل مباشر من حيث البنيه ديالو الفيزيولوجيه والماديه، ام الشخص هو ذاك الذات المعنويه؟ نتكلموا على المعامله ديال الانسان، التزام بالمعنى الاخلاقي والقانوني. ثم كذلك واش الشخص عنده بعد نفسي ولا عنده بعد وجودي متميز عن كل الكائنات الاخرى. اذا هنا تبان ان نحن امام مشكله فلسفيه فعلا، هي كيف سندرك هذا الشخص. وهذا الشيء اللي غنشوفوا في المحاور بثلاثه، هويه الشخص اللي غنتكلموا فيها على الابعاد الهويه، ثم الشخص بوصفه قيمة، يعني من تستمد القيمة دياله ومن تتعطاله القيمة في الحياة دياله الاجتماعية والأخلاقية والنفسية. ثم هذا الشخص اللي عنده هذا الشيء كامل، واش هو حر في الاختيارات دياله في القرارات دياله ولا خاضع للحتمية والضرورة. إذن أي تلميذ ما غيبغى يكتب التقديم خصو يستحضر الشخص بهذا المعنى، أن الشخص تحمل مجموعة ديال المقاربات، مجموعة ديال الإمكانيات باش نجاوبوا عليه، لأنه موضوع إشكالي بالدرجة الأولى يصعب أن نحده أو نعرفه تعريفا مانعا جامعا. وهذا ما سيظهر في المواقف الفلسفية التي تختلف في تعريفها ونظرتها لهذا المفهوم اللي هو الشخص.